التحية متجددة مشاهدينا الكرام ومتابعين الأعزاء، وتواصلنا مستمر مع تحديات وانطلاقات سن الحقايق في هذا اليوم. يسير شوطنا الرابع الخاص بالجعدان، نبدأ بالمقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول. هنا المفتي لعبد الله بن سعيد بن غرير الافتبي يحتل المقدمة والمركز الأول، بينما القدوم والانطلاق نحو المركز الثاني من النشمي سعيد بالعتب الخزع العامري يحتل المركز الثاني، بينما القدوم نحو المركز الثالث يأتي هنا الفاتن لماجد بن سعيد بن عبد الله المسافري، بينما الوصول والقدوم مع المركز الثالث يتقدم مدلل سلطان بن حميد بن ضبيب الشامسي، بينما في المركز الخامس يتقدم وياتي مشغل محمد بن احمد بن خزع العامري يتقدم مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى. أوفينا لحضراتكم هذه الأسماء بينما شعارات بعد الخمس المراكز الأولى وأسماء غوية قادمة لتحديات هذا الانطلاق الجميل، ولكن العودة، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى النشمي. من بدأ ينتشي مع المركز الأول؟ من بدأ يسيطر على زمام الأمور؟ سعيد بالعتب الخزع العامري، الله أهالي المصانع الجنوب قادمين بقوة، أهالي الوقن يقدمون لنا جديد، هذا يقدمون هذه النوعيات مع بداية هذا الموسم. بينما في المركز الثاني أتابع هنا المفتي عبد الله بن سعيد بن غرير الاختبي يأتي نحو المركز الثاني، بينما في المركز الثالث أتابع الوصول من الفاتن ماجد بن سعيد بن عبد الله المسافري يتقدم في المركز الثالث، بينما في المركز الرابع يتقدم حفيت مبارك بن راشد بن منينه الشامسي، هنا يقدم لنا حفيت مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس الوصول من مشغل محمد بن احمد بن خزع العامري. هكذا هي الاسماء مشاهدينا الكرام، وشوف اسماء قويه بدات تزحف هناك وتتقدم من المناطق الخلفيه مع اقترابنا للكيلو المتر الأخير، ولكن بالخزع، بالخزع شعار راهية، شعار سطر الكثير من الرموز في العام الماضي، يقدم جديدة هنا في الصدارة الأولى في المركز الأول في هذه اللحظة المثيرة والجميلة. الله 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 الله، راحت مع البداية وراح النشمي، النشمي النشمي هنا بدأ ينتشي مع الصدارة الأولى مع 600 متر الأخيرة. روح يا بالخزع، روح روح مع هذا الاندفاع الجميل، بدأ هنا يطلق العنان، بدأ يطلق العنان على النشمي، النشمي بينما هنا الوصول من حفيد مبارك براجد بن منينة الشامسي، منافسة منافسة قوية بدأت في هذه اللحظة المثيرة، ولكن خلاص السلامات تبدو هناك إلى أهالي المصانع الجنوب التراثية، إلى أهالي الوقن، الوقن سلام وتحية هناك وين ما يسكن سعيد بالعتب الخزع العامري، تحية تحية لك يا أبو العتة على هذا الإطلاق المثير والجميل. لحظة وصوله النشمي إلى خط النهاية، إلى خط النهاية، إلى البودرة البيضاء الحاسمة لمجريات هذه الأمور. سلام المصانع الجنوب، سلام المركز الثاني مشاهدينا الكرام، وصل حفيد مبارك براجد بن منينة الشامسي، والمركز الثالث كان الوصول من ارسال احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام للثلاث المراكز الأولى، تهنيتنا والناموس لسعيد بن عثة بالخزع العامري على هذا الفوز. التوقيت الزمني، التوقيت الزمني 4:33 ثانية، تهانينا والناموس.